نروح بقى مع حضراتكم على مقر جريدة البوابة نيوز مع زميلتنا العزيزة روزان نصر اللي هنتابع معها أهم الأخبار الرياضية في كافة الصحف والمواقع المختلفة. روزان صباح الفل عليك، أخبارك إيه؟ وتفضلي إحنا سامعينك. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهوان، صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. فقرة صحفية جديدة هنبدأ بخبر من جريدة الجمهورية. الأهلي ناوي على المنصة كلاكيت عاشر مرة. دخل النادي الأهلي أجواء نهائي دوري أبطال إفريقيا منذ وصول إلى المغرب، وظهرت الجدية والحماس بين اللاعبين للحصول طبعا على اللقب الإفريقي الغالي من كايزر تشيفز يوم السبت المقبل. ويخوض الفريق تدريب قوي اليوم الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة لمدة ساعة، يتم خلاله تجهيز اللاعبين بشكل بدني خوف على اللاعبين من التعرض للإرهاق بسبب ضغط المباريات الفترة الأخيرة، كما سيتم تجربة أكثر من طريقة للوقوف على أفضلها من أجل مباراة يوم السبت. من البوابة سبورت، اليوم المنتخب الأولمبي يختتم تدريباته بالقاهرة قبل السفر لليابان للمشاركة في الأولمبياد. يواصل المنتخب الأولمبي التدريب في معسكره الأخير المغلق بقيادة شوقي غريب قبل السفر إلى طوكيو، ويضم المعسكر 22 لاعبا وقع عليهم الاختيار في القائمة النهائية. ويخوض المنتخب الأولمبي تدريبه الأخير مساء اليوم على الملعب الفرعي باستاد القاهرة الدولي استعدادا للسفر غدا إلى اليابان. كمان أجرى المنتخب الأولمبي صباح اليوم مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا. من الرياضية السعودية، عمالقة الأولمبياد، تحتل الولايات المتحدة الأمريكية قائمة البلدان الأكثر حصولاً على الميداليات في تاريخ دورات الألعاب الأولمبية الصيفية، وحصل الرياضيون فيها على أكثر من 2500 ميدالية، كما تجاوزت حاجز 1000 ميدالية ذهبية في نسخة ريو دي جانيرو الأخيرة، النسخة التي احتلت فيها المركز الأول في الترتيب العام للمرة 17. ولعبة الحروب والانقسامات السياسية الداخلية والخارجية دور في هذا الشرخ بين الولايات المتحدة وغيرها من الدول. وأخيرا من جريدة الشروق، 8 نجوم ينافسون ميسي على لقب الكرة الذهبية. اعتبرت صحيفة ماركا الإسبانية أن ميسي أبرز مرشح للتتويج هذا العام بالكرة الذهبية ويأتي على رأس جميع المنافسين. وأكدت الصحيفة أن ميسي يذهب للترشيح فائزا بلقب كأس ملك إسبانيا وكوبا أمريكا على الصعيد الفردي بجائزة هداف الدوري الإسباني ب 26 هدف وهداف كوبا أمريكا بأربع أهداف وخمس تمريرات حاسمة. كمان ساهم في 75% من أهداف الأرجنتين في المسابقة التاسعة من أصل 12. دي كانت أبرز وأهم الأخبار هنا من جريدة البوابة نيوز. شكرا لكم وعودة للاستوديو مرة ثانية. جزيل الشكر لكل زملائنا الأعزاء روزان نصر وهنا أبو القاسم، صباح الفل عليكم وشكرا جزيلا لكم.